ليش بالضبط خصيتي البقالة؟ البقال هو أعطوه على أنه سجله في اللائحة التجار تاجر، وهو مسكين فاقد. علاش فاقد؟ كان محل مؤسسة، هو كيبني الدار، هو كيبني المجتمع، كيبني وليداته، كيبني أخبيره، كان عنده، كان ملحمس، عنده قناة كيبيع شيء. لما جابوا هذه الأسواق الكبرى وضعوا على الأبواب وفوها هذه المدن، كان مسكين هو كي ولدوا في إسبانيا في إسطنبول، في الغيشي بها الصغر والصخيرة، ويقيد بها الكرنين واحد أخر. كيمشي للبنك كيسلف، كيعطيها لواحد أخر ويقيدها بالكرنين. كيمشي، المهم كيقطع ويجي ويعطي لديك الناس. واحد اللي أصبح مسافر من يعرفو يمشي، دالو 3000 ولا 4000 درهم. واحد مس كريدي، واحد مس، وواحد كل واحد كيفاش الظروف. كنقولوا هو كيمشي للبنك كيطلب الضمانة، هو كيطلق الناس للضمانة. إذا هذا واحد مجتمعي، واحد المكون اللي هو كيخدم اجتماعيا في الدولة، اللي ما كتقدم حتى شي مؤسسة، رغم أن مؤسسات ولكن كتبقى مؤسسة محدودة، حتى مفتوح مع الجامع. اللي جاني عنده قول أنا ساكن في ديك الدرب، خاصني باكية كذا، خاصني خنشر طحين، خاصني فيديو الزيت، كيعطيه بدون تردد ثقافة. ولكن المسكين اليوم أصبح مهدد، أقل ما يمكن نعطيوه شوية امتيازات، نعطيوه من الضريبة، نسهلوا المأمورية بدون لانتيرس، بدون فوائد، نعطيوه الفلوس، أو نعاونوه لأنه كيقوم بواحد الدور مهم. لأن اللي كيبقى في راس الدرب مسكين ما كيصبح ما عندو حتى كيلو طحين، كيرجع عندك مول الكرنيه يقول أنا مزوج فيك، نخدم ونجيب لك، وكيعطيه يمكن يجيب له يمكن ما يجيبوش. مادام هو كيقوم بهذا الدور، حنا كدولة خصنا نكونوا مع هاد السيد أو هاد السيدة اللي كتمارس التجارة نظرا للدور اللي كيقوم به. جينا توزيع المنح جامعية، ما كنعطيوهاش لأنه تاجر في الخانة ديال التجارة. كيجي باش نعطيوه العام سيدي يستافد من الحياة الجامعية مثلا، ما كنعطيوهاش. كيجي باش يستافد ديك الامتيازات ديال ديك القطاع الأرضية أو شي حاجة، كنصيبوه تاجر ما كنعطيوهاش. حرام. كان واحد الوقت اليوم صباح فقير خصنا ناخذ بيت. علاش عملت السؤال؟ لانني انا ولد المعشره والاب ديالي الله يرحمه كان عنده حاجه، كنعرف داك الشيء، وقرنا الكارني فيه الناس، اسماء الناس، عم غادي قسما بالله. اذا هذا واقع، والان مش ما مش نقول لكش الملايين، الالاف الناس اللي كيمارسوا التجاره، ولكن يعانون في صمت. بغينا نقول واحد النهار اجوا. في السابق فتحنا واحد المجال، قلنا فرصه، شنو هو تيليبوتيك. اجوا سي كاين اللي شرا سالوس 150 مليون، قسما بالله 150 مليون، كاين اللي شرا 30 مليون، 20 مليون، 40 مليون، 10 مليون، وكرب الثمن وجهز ديك ليزاباراي ديال التليفون. من بعد جاو لنا الهاتف المحمول وجابوا لنا واحد عدد الحوايج بداو عليه محمول بدون مراس. كنا نعيطوا نقولوا جا خير، عندنا واحد الامتياز. حنا دخلنا كنا هادشي، خرجتي مع اتصالات مع ميديتير وسيارتي فلوس، والان اصبحتي مديون وعلى على المجتمع. ايوا جا سيدي قسموا معك هاد الاكراهات اللي صابت اللي دزت عليك. ما عطيوهاش حنا، فرقنا اسواق، عطينا شي سوق عندك مونتيري موسيقى، عطينا امتيازات، عطينا شي حاجه عندك مونتيري موسيقى. هادو الناس اللي كانوا كيسيروا في ذاك الوقت سمح الله، من هما؟ بوجهه بجدي. هذا واقع، ما فكروش. خلاو هذاك الراجل مسكين مشى، الالاف ديال الاوصال اللي دمرت مشات، حيت على المجتمع اصبحوا فقراء مساكين، وما تكلم فيه حتى شي واحد. كنقول عاوتاني ما يتكررش هذا المشكل، نقدوا هذه المساكين. هذا علاش؟ طرحنا السؤال وشكرا، تبارك الله عليك.